الممتاز ومن ثم يدرب المنتخب التونسي. الزميل إبراهيم العبادي زار حصة تدريب لنادي ستيفنج والتقى مع دينو. عندما نتحدث عن العرب أو الأفارقة في كرة القدم الإنجليزية هناك أسماء لامعة مثل رياض محرز ومحمد صلاح، لكن الكثيرون يتساءلون لماذا ليس هناك مدربون عرب أو أفارقة في إنجلترا؟ لكن هذا ليس صحيحا، والدليل على ذلك هنا في مدينة ستيفنج جنوب إنجلترا. نور الدين معمرية أو دينو لاعب تونسي سابق يعد المدرب العربي الأفريقي الوحيد في إنجلترا. أتى إلى إنجلترا في عام 1996 حين انتقل إلى فريق بيرنلي بعد أن قضى أول 7 سنوات من مسيرتها الاحترافية كلاعب في تونس. هذا المدرب التونسي واجه العديد من التحديات، وحينما كان طفلاً عاش هو وعائلته في خيمة في مدينة قفصة. هذه المعاناة لم تكن عائقاً له وإنما دافعاً لتحقيق حلمه. عمره كله تحديات، يظن تحديت كل شيء باش نمشي من جنوب التونسي لشمال تونس، من شمال تونس لانجلترا، تحدي في حد ذاته. تحديات برشا، على خاطر يلزم اول حاجه تعرف اللي انت شكون. انا عربي مسلم، ثم حاجات مش سهل، معناها مش سهل. وبعد أكثر من 20 عاما قضاها في إنجلترا تنقل خلالها بين العديد من الأندية. لا يزال لدى هذا المدرب التونسي حلم بأن يطور كرة القدم التونسية يوما ما، والتي قال إنها بحاجة إلى دماء جديد وأسلوب مختلف لكي يقدم منتخب بلاده أكثر من مجرد المشاركة في البطولات الدولية ككأس العالم. الكرة التونسية والكرة العربية، على خاطر العرب نحن نموتوا على الكرة، وعندنا طالون موجود، أما مش على مستوى إداري. على مستوى الإداري الكرة التونسية والعربية نجموا نعملوا أحسن. إن شاء الله نهار من نهارات نصلح الكرة التونسية ونصلح الكرة العربية، وخاطر عندنا المادة الخام موجودة، أما الأمور الإدارية يلزمها تبدل من الأعلى تبدل، والباقي تبع. إن شاء الله نهار ما زلت حي، وهذيك اللي نحب نبدل العقلية التونسية العقلية العربية، خاطرنا ما ننقصوا شيء باش أوروبا مش خير منا. ورغم أن معمرية ليس مدربا لأحد الأندية المشهورة في الدور الممتاز، إلا أن الإنجاز الحقيقي هو تحقيقه شيئا لم يحققه مدرب عربي أو أفريقي في السابق. وربما نرى مزيدا من المدربين العرب في الدور الإنجليزي الممتاز مستقبلا يتمتعون بنفس الشهرة التي يحظى بها مدربون أوروبيون مثل بيب غوارديولا وجوزي مورينيو. إبراهيم العبادي من مدينة ستيفنج جنوب إنجلترا. نهاية هذا الجزء من ساعتنا الإخبارية.